هنأ الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة المنتخب المصري الأولمبي لكرة القدم بالفوز على منتخب باراغواي بضربات الترجيح بنتيجة 5-4 والتأهل إلى دور النصف النهائي من منافسة كرة القدم في دورة الألعاب الأولمبية باريس. وأكد وزير الشباب والرياضة أن هذا الإنجاز يعد إضافة جديدة لسجل إنجازات الرياضة المصرية على الساحة الدولية، مشيدا بالمجهودات التي بذلها اللاعبون والجهازان الفني والإداري للوصول إلى هذا المستوى والمتميز، والذي يعد تتويجا لبرنامج الأعداد الطويل والمكثف الذي خاضوه. وطلب وزير الشباب والرياضة الجماهير المصرية بتشجيع الفريق وكافة أبطالنا الرياضيين المشاركين في دورة الألعاب الأولمبية لتحقيق المزيد من النتائج الإيجابية ورفع اسم مصر عاليا، وكذلك استمرار تقديم الأداء المميز.